ولكن يعني التعب الشديد اللي كتحسوا به النساء الان هو ناتج عن ثلاثه الاشياء لا ربيع لها. اللي كيخلي النساء يحسوا بهذه الاشياء هذه هو الغده الدرقيه. نعم. كاين النساء عندهم الغده الدرقيه لما تكون تي اس اش هذه يعني. كتحس المراه بثلاثه الاعراض. نعم. تحس بالضعف، ما تقدرش توقف الصباح. وعندها حراره الجسم ديالها كيسخن. نعم. الثالثه تولي انغواسي، كيولي عندها كتولي تخلع، كتولي تخاف. هذه شوف الاعضاء الاخرى مثل القولون والكلية. الرئه، لان الناس اللي عندهم سل ما لا يقدرون على شيء. ولكن يعني التعب الشديد اللي كتحسوا به النساء الان هو ناتج عن ثلاثه الاشياء لا ربيع لها. ناتج عن المشكل ديال التسمم، ان المراه تستنشق غازات وتستهلك مواد كيماويه سامه من مضافات غذائيه وكذلك اواني الطبخ والتعليب. نعم. الامر الثاني هو النساء عندهم نقص في الفيتامين دي، مشكل كبير فيتامين دي. والامر الثالث اللي كيخلي النساء يحسوا بهذه الاشياء هذه هو الغده الدرقيه. نعم. كاين النساء عندهم الغده الدرقيه لما تكون تي اس اش هذه يعني الطبيب كيعطيهم تيروكسين، تعطيهم تيتروي باش يكمل ديك النقص ديال هذا التيروكسين في التيروكسين فيه، لان التيروكسين هي دقات القلب، التيروكسين هي العضلات، التيروكسين هي قوه الجسم، هي كل شيء. لما تكون التحليله هذه يعني لما تكون الغده الدرقيه ناقصه في اداء يعني الدور ديالها الوظيفه ديالها، كتحس المراه بثلاثه الاعراض. نعم. تحس بالضعف، ما تقدرش توقف الصباح. وعندها حراره الجسم ديالها كيسخن. نعم. يعني ارتفاع الحراره ديال الجسم، ماشي ديال يعني ماشي الحراره ديال تعفن، يعني الجسم ديالها كله كتولي تسخن، كلها كتحس يعني الجسم ديالها يطبخ. الثالثه تولي انغواسي، كيولي عندها كتولي تخلع، كتولي تخاف. نعم. كتولي تخاف، المرات كتولي تخاف، كتولي عندها واحد افكار سوداء وكتولي تخاف. انغواسي نوع من الاكتئاب. نعم، نوع من الاكتئاب. هاد الثلاثه هادو يعني الغده الدرقيه الوظيفه ديالها مابقاتش يعني خدامه. ثم يبقى الاعضاء اللي عندهم علامة القلب، الناس اللي عندهم الكاردياك، هادو الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين، كيكون عندهم ضعف، كيكون عندهم تعب، كيحس ما يقدرش يطلع في الدرج، اللي عندهم سوفل مثلا دياستوليك. الناس اللي عندهم سوفل دياستوليك ما يقدروش يطلعوا في الدرج، ما يقدروش يهزوا حاجه ثقيله، ما يقدروش يجريوا، ما يقدروش يديروا اي شيء. امراض القلب يعني لازم الشخص اللي يكون عنده تعب شديد يشوف اول ما يشوف طبيب القلب، كارديو. أكيد. هو الاول طبيب القلب، ثم الغده الدرقيه، هذه شوف الاعضاء الاخرى مثل القولون والكليه. أكيد. الرئه، لان الناس اللي عندهم سل ما لا يقدرون على شيء، كيكون عندهم هادو نقص في الوزن، اللي عندهم سل، اما سل الرئه او سل العظام او سل يعني الغدد، هادو كيكون عندهم اولا نقص في الوزن، وكيكون عندهم ما يقدروش على جهد، لا يقدرون، كيكونوا ضعاف، كيكون عندهم واحد التعب شديد وما يقدروش تحل التنفس ديالهم، كيكون حرج، لان عاليا الرئه طبعا هادو. فاذا ما كانش الناس مصابين بسل ولا اشياء على مستوى الرئه، يشوفوا الكارديو القلب، يشوفوا الكليه، ويشوفوا القولون كذلك. هذه اشياء يعني تخلي الناس يحسوا بتعب. الان ما هو الحل لهذا التعب؟ كاين الناس كما قلتي تفضلتي في المقدمه، ان الناس مابقاوش كيريحوا نفوسهم، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مابقاش داك السخاء، مابقاش هذيك القيلوله. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا شرع القيلوله؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى وزع لنا الصلوات على خمسه اوقات؟ احنا الان عصر السرعه، ولكن بدون مردوديه. أبدا. بدون مردوديه. ومع الأسف الشديد نحن لا نقول لا للتكنولوجيا، نعم لما لا، هذا الله سبحانه وتعالى فضلنا وكرمنا وأنعم علينا، وهذا أكيد علم. أكيد. ولكن يجب أن نرشد هذه الآلة، يجب أن لا تحل محل هذا الإنسان في بعض الأشياء، على الأقل يتحرك، على الأقل يدير حركة، لأن الحركة مفيدة طبعا، لما لا. نعم. وهذه القوة ديال الإنسان نقصت. علاش نقصت؟ مع العجز ديالو، مع هذا نكملوا على هذا المشكل ديال الإحساس بالتعب. الإحساس بالتعب يأتي كذلك من الجهاز العصبي، من الإرهاق العصبي، يعني هذا الإرهاق العصبي، لأن الناس الآن ولوا مرهقين عصبيا أكثر ما هم مرهقين يعني جسمانيا عضليا.
لأن يمكن بعض الأشخاص كيفكروا في شي أشياء خصهم يحقوها ما كيحقوهاش. نعم. هذا نوع. وهذا هو هرموني، هو تعب هرموني، تعب هرموني فيزيولوجي طبعاً، لأن لما الشخص يكون مرهق عصبياً هناك إفرازات زائدة في بعض الأشياء وهناك إفرازات ناقصة في بعض الأشياء. لأن ربما يتوتر الشخص 4 مرات في اليوم، تكون عنده أدرينالين يعني طالعة مرتفعة. نعم. في الجسم الأدرينالين تستدعي أسيتيلكولين، الأسيتيلكولين هو الموصل نورو ترانسميتر والموصل ديال المخ. طبعا خص تكون الأسيتيلكولين، ما كانش الأسيتيلكولين الشخص يقتل، لأن يعني الأدرينالين لازم تحلل. حمدا من الله سبحانه وتعالى أن الأدرينالين لا تدوم أكثر من دقيقتين. عجيب. يعني وهذا الأدرينالين الشخص من اللي تقلق لازم يتمدد، كان يجلس أو يتمدد، يجلس أو يتمدد لكي يحد من قوة الدورة الدموية، لأن هناك دورة دموية قوية. يشرب ماء، هذاك أكيد يشرب ماء. لماذا؟ باش يخلي هذه الأدرينالين تتحلل وتمشي مع البول، شرف الله. حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يعني نعم. وهذا مكون الأدرينالين هو يضرب جميع الأنزيمات الأخرى والهرمونات الأخرى بما في ذلك الأنسولين، هو يتقاطع مع الأنسولين وكيخلي الأنسولين تنتج بكثرة، تستنفذ السكر المخزن في الكبد، ثم يصبح الشخص يعني قاب قوسين يعني قريب من من من, من السكري، غادي يصبح عنده مشكل خلل تما. فيضرب كذلك هرمون الحليب عند النساء، النساء اللي المراه كتقول لك انا كناكل وما عنديش الحليب. نعم، ماذا ما عندكش الحليب الا كنتي متوتره عصبيا، ولا كنتي يعني مرهقه عصبيا، ولا كنتي سير مناجي، ولا كنتي كتخدمي بالجهاز العصبي ديالك 6 ساعات 7 ساعات في اليوم، ما غادي لا يمكن تردعي. علاش؟ لان الانشغال العصبي كيخلي اشياء اخرى، انزيمات وهرمونات اخرى لا تعمل، يعني هي تكبح، يعني تتوقف تماما. اضرار الحليب. نعم، منها ضرر الحليب، منها هرمون ضرر الحليب، منها ماشي هرمون ضرر الحليب، منها السيروتونين. مشكل ديال السيروتونين، وقتاش غيتكون هذا السيروتونين الا كان الشخص دائما عنده انزعاج عصبي وعنده توتر عصبي؟ ما يمكنش السيروتونين يوصل والنوروترانسميتر. الحوايج جوج اللي تيخدموا لما يكون الشخص خدام، جوج اللي كيبقاو خدامين اللي خاص يكون على الاقل ياخذ مغنيسيوم، كيبقى الكالسيوم والمغنيسيوم، وما خاصش الكالسيوم يغلب على المغنيسيوم. غلب الكالسيوم على المغنيسيوم تيوليو اشارات ورسائل عصبيه خطيره كتمشي للجسم عشوائيا. ولذلك النساء كيتصابوا بهذا الشيء اكثر من الرجال. فعلا. والنساء اللي كيركزوا علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق الرجل رجل وخلق المراه مراه. هناك المراه بغات تعد الحد اللي خلق لها الله سبحانه وتعالى تصاب بامراض. اكيد، لان هنا كتبان القوامه. نعم، تصاب بامراض. لماذا؟ لان الان نشوف، نعطيك مثال سرطان. سرطان في صفوف النساء الان التي يشتغلن، النساء اللي خدمات، النساء النسبه ديالو هو 3 أضعاف النساء اللي ما خدماتش. سبحان الله. لماذا؟ لأن المرأة ملي كتكون خدامة لا يمكن ما تنزعش، والمرأة حساسة، هي طبعها عصبية، كتبغي تخدم من نيتها، كتبغي تخدم بقلبها ومن نيتها المسائل، فهي تحرق أعصابها. فهاد الأشياء، هناك أشياء ليست موكولة للمرأة، وإذا أرادتها فلتتحمل مسؤوليتها، صافي فقط. نعم. تتحمل مسؤوليتها. فالإسلام لا يمنع مرأة من عمل ولا يمنع رجل من عمل. أكيد. ليس هناك في القرآن ولا في السنة منع المرأة من أي عمل، هذا إلا الصلاة بالناس طبعا، الخطبة في الناس والصلاة بالناس، هذه المرأة يعني ليس مفروغ منه. فهذه ثم الأشياء الأخرى الإسلام مخليها، ولكن رشدها. المرأة إذا اختارت واحد طبيعة العمل معين فيجب أن تتحمل مسؤوليتها، لأن هناك أنواع من العمل، هناك طبيعة بعد الأعمال التي تصيب المرأة بجميع الأمراض. بجميع الأمراض، تصيبها بجميع الأمراض. ولكن مع الأسف الشديد بعض النساء يعني عندهم واحد الإصرار على أنها كالرجل، وأنها ممكن أن تكون أكثر من الرجل، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الأيئة، فيجب أن ترضى بما ارتضاه الله لها كي تخرج عن طبيعتها سعيدة. كي تعيش سعيدة. أكيد. لأن من هذا الشيء كله شنو؟ والإنسان يعيش سعيد. أكيد. يعني إن الله لا يعني من عمل صالحا، شوف، من عمل صالحا من ذكر او انثى، فلن من ذكر او انثى، كل مره كالراجل يعني. نعم. عمل صالح، فلنحيينه حياه طيبه. وهذه علاش كيقلبوا الناس؟ ليش بالضروره تكون وزيره ولا تكون رئيسه ولا تكون محاميه ولا تكون مهندسه ولا عمل مناسب ومرتاحه بالضرورة؟ يعني الحياه الطيبه ممكن مراه دابا فلاحه في الباديه تعيش من اسعد الناس، مرتاحه واحسن طبعا. من أكيد. من من النساء الان اللي في امريكا وفي الغرب. هذه فلنحيينه حياه طيبه ونجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. أكيد. وهذه الحياه الطيبه التي يتكلم عنها القران هي التي يبحث عنها جميع الناس، ولذلك يجب ان يلتزموا بحدود الله،
ليس حدود الله في الشرع فقط، حدود الله في الناموس الكوني. لا يمكن للمرأة أن تكون رجل، ولا يمكن للرجل أن يكون مرأة، حتى الرجل إذا بغى يكون مرأة يمرض. يعني هذا هو الأشياء التي يجب أن يعلمها الناس.